اهلا بيكم من جديد في فقره سهم وقوس. في وقت بنطالب فيه دايما ان احنا ننصح ولادنا، نتكلم معاهم، ننقل لهم خبراتنا وتجاربنا. دلوقتي بقى اصبح مطلوب برضو ان احنا نسمع منهم، نستمع لصوتهم، نفهم ليهم برضو ايه الرغبات اللي عندهم، الفكر اللي موجود، طموح اكيد هيكون مختلف عننا طبعا بحكم تباعد الاجيال واختلاف الزمن. النهارده بقى معانا في سهم وقوس ثلاث نماذج مشرفة جدا من شباب المستقبل المتفوقين دراسيا وعلميا كمان رياضيا. هندردش معاهم كده في بكرة، نعرف منهم هم شايفينه ازاي، بيفكروا فيه بأنهي طريقة. بس خلوني دلوقتي أرحب طبعا بكريم أكرم ومهاب محمد، وبعد شوية هيكون معانا ملك عادل. طبعا مشرفيني منوريني، أهلا بيكم. في البداية قول لي يا مهاب، عرف نفسك عشان خاطر برضو المشاهدين يبقوا عارفين الشباب اللي عندنا. أنا مهاب محمد وعندي 16 سنة. 16 سنة، تمام. نفسك يعني اللي قدامي يبقى عامل ازاي؟ أنا يعني إن شاء الله يعني مثلا على عايز آخر السنة دي أكون اللي هو ابتديت أخش البطولات في البوكسنج وكده. البوكسنج، هنتكلم يعني أكتر عن هواياتك في الرياضة وهواياتك بره كمان الدراسة والرياضة، تمام. بس الأول خليني أعرف من كريم. أنا اسمي كريم أكرم وعندي 14 سنة، وإن شاء الله السنة دي هحقق أول جمهورية الشهر الجاي. شكلك اكبر من 14 سنه يا كريم. هو كل الناس بتقول لي كده. صح. ايه بقى السبب تفتكر؟ ما هي جينات. من حيث الشكل يعني. طب الشخصيه، طيب في حد بيقول لك انك اكبر؟ هو شخصيتي ماتشور جدا، وانا يعني كل الناس بتقول ان انا اصلا مش باكت في سني. يعني دايما الناس بيبصوا لك ان انت اكبر من سنك. طيب في الاول بقى كده مهاب قال هو اخر السنه دي انت نفسك يحصل حاجه او توصل لمرحله حلوه في البوكسنج. طب انت بقى نفسك اخر سنه 2022 دي ايه؟ انا اصلا لاعب جودو وعندي بطوله جمهوريه الشهر الجاي، فان شاء الله هحقق اول جمهوريه. اوكي، طب دي الرياضه، انا عايز اعرف طموحاتكم خارج الرياضه، يعني عايزين تعملوا ايه مثلا من حيث دراسه، عايزين تعملوا ايه عموما اجتماعيا، عايزين مثلا تشتغلوا على حاجه على نفسكم تتحقق في 2022؟ بالنسبه لي انا اما اكبر او عامه انا عايز اطلع اكون سايبر سكيورتي هاكر. الريزنز عشان السايبر سكيورتي والسوفت وير انجينيرنج. استناني بس يا كريم، بعد اذنك ماشي، عايزين نترجم برضه عشان المشاهدين يبقوا قاعدين معانا على الترابيزه. سايبر سكيورتي هاك، قول لي يعني ايه بالعربي؟ السايبر سكيورتي هاك دول اللي بيشتغلوا في البنوك وبيأمنوا على فلوس الناس. اوكي. او مثلا زي السوفت وير انجينيرنج دول البرمجه. ودي الشغلانات دلوقتي اللي بتجيب فلوس كتير ومطلوبه حوالين العالم. بتبص على الفلوس يعني؟ لا، هي اكيد هبص على الفلوس عشان اعرف اعيش، وهي برضو مطلوبه في حوالين العالم، يعني هي دي الشغلانات بتاعت المستقبل. صحيح، عشان التكنولوجي وكل الحاجات دي. ده على كده بقى عايز تدخل كليه ايه؟ MSA او عامه اخش سايبر سكيورتي في UK. انت اصلا ممكن تكمل دراستك بره. طيب وانت بقى يا مهاب؟ انا يعني برضو ان شاء الله عايز اللي هو بقى دكتور اسنان ان شاء الله. يعني دكتور اسنان اشمعنى؟ يعني مش بحب الطب اكتر يعني من الهندسه وكده. شاطر بقى في في الطب احسن من المثل كده بكتير. انت دلوقتي انت قلت 16 سنه صح؟ 16. انت سنه جريد 11، ثانيه ثانوي. ثانيه ثانوي، اوكي. يعني لسه انت في IG كمان، انت مش امريكان. اوكي، طيب يعني انت دلوقتي واخد سكه ثانيه خالص وهي طب اسنان، وبتلعب في نفس الوقت بوكسنج وبتلعب خيل كمان، فازاي عارف تعمل ده؟ مش اللي هو مش تمرين يعني، هوايه كده في وقت الفاضي ساعات بنزل كده. لكن واخد الملاكمه يعني احتراف يعني، تمام. واخدها بتتمرن وكده. طب ازاي بتعرف تعمل بالانسنج؟ ازاي بتعرف توازن ما بين انت يعني بتقول اصل انت عايز تخش طب، فيعني دي حاجه كبيره ومحتاجه شطاره. لا يعني هو التمرين دايما بيبقى بالليل، فهو انا مثلا برجع من المدرسه وكده بذاكر شويه وكده، بعديها مثلا على بالليل بروح التمرين، والخيل بقى ده بيبقى في الوقت الفاضي. عادي. طب مين بقى اللي شجعك اصلا انك تلعب ملاكمه؟ هو على الملاكمه في الاول بابايا ومامتي ما كانوش بيحبوها اصلا. انا ليه بقى؟ يعني هو بابايا من ناحيه خطر وكده. اوكي. ومامتي برضو نفس الكلام، ما بتحبش اللي هي الرياضات دي. بس اللي هو يعني حاولت اقنعهم وكده، وبس يعني حد ما وافقوا. لحد ما وافقوا خلاص. هو عارف بقى توازن ما بين الاثنين، يعني الدراسه والرياضه. طيب كريم، انت بتلعب جودو، انت قلت لي انك بتلعب جودو، بتلعب حاجه ثانيه غير الجودو؟ لا، انا دلوقتي مستمر على الجودو بس. عشان دي حاجه، هي لعبه قتاليه عباره عن ان انت على طول تريسبكت الاوبوننت اللي قدامك، انت على طول بتحترمه، حتى لو انت كسبت مش تقعد تستهزئ بيه او تقول له انت خسران، لا، انت على طول لو انت كسبت او خسرت بتحيوا بعض وتحضنوا بعض. هي لعبه جميله جدا، يعني انت ممكن تشوف ده هتكسرك،
ممكن تموت. بس هي لعبة تموت توصل ممكن هو لو حاجة غلط لو هو يعني؟ عمل التكنيك غلط. أوكي. لو عمل تكنيك الرمية غلط ممكن حاجة تحصل بعد الشر يعني. بس هي لعبة هادية جدا يعني، هادية من حيث التفكير. ازاي هادية وجوده؟ لانه احنا دلوقتي الناس او معظم الناس شايفة جودو برضو يعني ناس ما بتفرقش قوي من انواع الملاكمة. جودو يعني ضرب. لا هي مش ضرب عامة، انت بتستخدم سكيلز والتكنيكس. وبرضو اهم حاجة في الجودو بتكون الذكاء. انت انا عادي الجودو ممكن تكون واحد اكبر مني 4 مرات واقوى مني وانا واحد ضعيف واكسبه. صحيح. اكسبه ازاي؟ هي في الفكرة اكتر يعني. انا على طول بفكر ازاي انا استخدم جسمي الصغير ضد واحد جسمه كبير. انا اسرع هو ابطا عشان هو كبير فمش عارف يتحرك بسرعه، لكن انا ممكن اتحرك بسرعه. صحيح. طيب انت بقى ازاي بتعرف توازن برضو يعني الجودو؟ انت واخدها جد قوي وبتحبها كمان شكلك، وعايز تخش برضو كليه مش سهله، ويمكن كمان انت عايز تسافر. ازاي هتعرف تعمل ده؟ انا بنظم وقتي يعني، انا منظم الاسبوع بتاعي عن على التمارين. انا برجع من المدرسه بذاكر، بعدين انزل تمرين، ارجع اراجع وانام. فانا اهم حاجه عندي ان انا انظم وقتي، ودي حاجه مهمه جدا انه المفروض كل الشباب يعملوها. في شباب ممكن يقول لك لا انا مش عارف انظم وقتي ولازم ماما وبابا هم اللي ايه يساعدوني في الموضوع ده. بس لا، ده حاجه انت اللي المفروض تعملها، انت المفروض تكون شايل المسؤوليه على نفسك. يعني انت شايف انه طب انت لو سافرت جودو هتنفي ايه؟ انا لو سافرت برضو هكمل جودو، بس هكمل بقى بره مصر. هو بره مصر عامه الجودو بيكون احسن عشان هو اصلا معمول في جابان. اوكي. فهو بره بيهتموا بيه اكتر، بس في مصر الجودو جميل جدا ومدربين يعني شاطرين جدا وانا بحبهم جدا. مين اكتر حد شجعك انك تلعب اللعبه دي؟ بابايا ومامتي هم اكيد يعني ما وافقوش، قعدوا يقولوا لي لا الجودو دي هتروح في حاجه كامل ما بينكم. الام مش موافقين. ما قالوا لي هتروح تتدرب وترجع وتجيلنا مضروب بقى وعينك مزغلله بقى. مش واثقين فيك يا كريم. بس انا اكتر حد شجعني كان خالي والكابتن بتاعي. اشمعنى بقى خالك ليه شجعك؟ هل هو كان بيلعب بنفس اللعبه؟ هو اصلا خالي كان في الجيش وكده، فقال لي خش انت لو دخلت الجودو هتاخد سكيلز كبيره جدا. ودي هتساعدك في حياتك عامه يعني، انت السكيلز دي لو حد مثلا ايه جه بيثبتك او كده انت ممكن تتعامل. استخدمتها في حاجه قبل كده؟ لا انا ما بحبش استخدم الجودو كهزار، عشان لو حد اتاذى، وانا ما بحبش اذي حد. بتخاف على اللي قدامك؟ دي ثقه دي يعني، مش بتخاف مثلا من اللي قدامك، لا انت بتخاف عليه. بخاف عليه. عشان دي حاجه مهمه جدا، انت المفروض مش عشان انت معاك سكيلز معينه انت تستخدمها ضد الناس. هل استخدمتها في موقف جد بقى يعني؟ اتحطيت في موقف؟ لسه ما اتحطيتش في حاجه زي دي. نفسك قوي، انا حاسه ان نفسك عايز تطلع السكيلز اللي جواك. هو اكيد يعني هكون عايز اطلع السكيلز دي، بس ان شاء الله يعني مش مفيش حاجه من كده تحصل. ان شاء الله باذن الله. طيب مهاب، انت كنت تلعب سباحه؟ ايه بقى يعني انت سباحه وملاكمه؟ انا برضه اتمرنت يعني، كنت برضه زمان مع السباحه كنت بتمرن باسكت. باسكت اصلا؟ اوكي. كانت سباحه وباسكت، بس سبت برضه الباسكت وكملت سباحه. وبعد فتره كورونا وكده كنت وقفت سباحه بقى وابتديت البوكسنج. يعني انا كنت بتمرن سباحه من 4 سنين لحد وانا عندي 15 سنه تقريبا. طب وقفت ليه يعني؟ ده سن كبير يعني، سن بطولات كمان. ما انا كنت برضه ابتديت اخش بطولات وكده، بس اللي هو ما كانتش ميولي السباحه قوي زي اي رياضه ثانيه. اوكي. كنت بحب البوكسنج اكتر بكتير. جربت الباسكت يعني؟ انت على كده جربت البوكسنج وانت كبير؟ البوكسنج من سنة كده يعني، حوالي سنة وشوية دلوقتي. اوكي. وده اللي انت لقيت نفسك فيه. طب ما كملتش في الباسكت ليه؟ انت قلت كمان كنت بتلعب لا باسكت. كان اسمه ده، ما كان ساعتها بقى كنت زمان، فكانت مع السباحة وكده ما كنتش عارف اظبط الوقت وكده. طيب موضوع بقى ان انت بتركب خيل، ليه مش شايفه ان انت ممكن تاخده كمان كرياضة؟ فكرت في الأول، بس بعديها اللي هو حسيت يعني مش سهلة قوي او محتاجة اللي هي وقت كبير جدا. فمش هتبقى يعني صعبه مع التمرين مع الدراسه تاني. ومع التمرين. بس انت شايف ان المناسب بالنسبه لك هو الدراسه مع وكمان البوكسنج. يعني يعني مثلا لما كنت بتمرن سباحه وبوكسنج ساعتها دي كانت بتساعدني في دي يعني، السباحه كانت اللي هو بتديني نفس اطول عشان وانا في الفايت وكده. اوكي. انما الخيل مثلا اللي هو ممكن اصابات في الظهر وكده، فهيبقى صعبه مع اي رياضه ثانيه. تبقى صعبه. طيب
بمناسبه بقى انكل وطنط، يعني هم مشجعينك من فكره برضه الدراسه وانت عايز تخش طب وبرضه بتلعب رياضه، يعني مش بيعملوا معاك مشاكل كده من حين لاخر انت لا؟ انا مامتي بصراحه هي اللي بتشجعني على الرياضه، مامتي وبابايا برضه اتنين، يعني الدراسه الاول بعدها الرياضه. اوكي، بس بيشجعوني على الاثنين جامد. انت بقى يعني مش مديلهم فرصه ان انت تحس ان انت مقصر، يعني انت دايما عارف توازن. مفيش اي مشكله حصلت بسبب ان انت مقصر؟ لا، ساعات بيحصل مشاكل يعني، لو زي مثلا ايه بقى؟ لما مثلا بيبقى عندي امتحان مثلا مبقاش مذاكر قوي وانا عايز انزل التمرين، اوكي، فتقول لي لا اقعد وكده، فبيحصل بقى خلافات وكده. بيحصل خلافات بسبب التمرين. انت بقى طنط وانكل بالدراسه ولا انت عارف بقى سكتك وواثقين في دماغك واعمل اللي انت عايزه؟ انا كده كده عارف سكتي، بس لازم بابا وماما برضو يكون ليهم هم الشخصيه بتاعتهم ويقولوا لي اعمل ايه، عشان اكيد انا شاب فمش عارف كل حاجه، يعني هم عارفين اكتر مني. انا بالنسبه لي، بالنسبه للشباب التمرين اهم، بس بالنسبه للبيرنتس الدراسه اهم، فانا بعمل الاثنين الدراسه والتمرين. بس انا بالنسبه لي بقى بذاكر اكتر ليه؟ عشان افرح بابا وماما، بعديها اروح التمرين. اوكي، يعني دي اهم حاجه عندي. انت بترضيهم عشان انت برضو في الاخر ترتاح في الجزء اللي انت بتحبه بالظبط. يعني انت ذكي في حاجه زي دي، ان انت فعلا تشتري رضاهم عشان خاطر ما يقولكش ما تروحش التمرين. أيوة. ولا مش عارفه ايه، فبترضيهم في حته الدراسه. طيب احنا بنتكلم عن الاجيال القديمه، انتوا شايفين ان في اختلاف في التفكير ما بينكم وما بين الجيل يمكن بتاع اهاليكم؟ يعني شايفين ان في فرق في التفكير؟ في فرق كبير جدا. يعني هم زمان كانوا بقى بينزلوا يروحوا اللايبرري عشان يذاكروا، لكن انا دلوقتي ممكن افتح اللابتوب واعمل ريسيرش واجيب اللي انا عايزه. أوكي. ففي تفكير كبير. يعني هم زمان كانوا بيفكروا من ناحيه اللي هو لازم انت تعمل كل حاجه، بتروح المدرسه ماشي وبتذاكر لوحدك، عشان زمان بقى ما كانش فيه عربيات كتير وكده. يعني انت شايف ان اكتر حاجه ان انت مبسوطه ان انت مرفه يمكن عن الاجيال اللي قبل كده؟ بالظبط. طب انت مع اطفالك حابب ان هم يعيشوا انهي تفكير؟ انا حابب ان اطفالي يكونوا اكتف اكتر من ناحيه التمارين. ليه؟ اصلا التمارين بتطلع الطاقه السلبيه اللي جواك. يعني اما بكون زهقان او انا في حاجه جوايا كده متعصب، بنزل اجري او اروح الجيم، اطلع الطاقه السلبيه اللي جوايا وارجع البيت اكون ريلاكست خالص واذاكر. اوكي، هو كمان في اختلاف في طرق المذاكره، واحنا بنتكلم عن المذاكره. يعني الجيل اللي قبل كده لا، كان الموضوع يمكن اساليب المذاكره كانت شديده شويه. انا ما اعرفش، بس انا بسمع مثلا في المدارس كان في نوع من انواع بقى العصايه والحاجات اللي بتحصل دي. طيب انت بقى يا مهاب شايف الاكتر ايشو او اكتر حاجه او اكتر حاجه اساسيه مختلفه ما بينك وما بين جيل اهلك او اسرتك؟ يعني تفكير المذاكره برضو. انا مثلا ساعات ما ببقى فاتح اللابتوب مثلا وبذاكر ومعايا، لا هم يعني الورقه والقلم اهم مثلا. الكتاب اهم حاجه. بالظبط، لازم تكتب وكده. يعني دي اكتر حاجه. في حاجات تانية بقى بتدخل في كلاشز مع اهلك بسبب ان انتوا مش فاهميني؟ يعني انا في حاجات انا بعملها بطريقه مختلفه، ممكن اوصل لنفس النتيجه اللي انتوا عايزينها بس يمكن طريقتي مختلفه. ممكن في حاجات برضو كده، وساعات مثلا اكون انا غلط بس انا مقتنع ان ده صح او العكس. حلو ان انت تبقى عارف ان غلط. طيب في ايه الحاجه اللي انت كنت فاكرها او كنت مقتنع بيها وطلع ان باباك ومامتك عندهم حق فيها؟ ان السباحه، يعني هم كانوا دايما بيقولوا ان السباحه مهمه كده، فما كنتش مقتنع بيها، بس لا هي كانت مثلا كانت بتساعدني مع اي رياضه تانية. اوكي، فبس انا بطلت سباحه وكده، ان انا ما كنتش اللي هو ما كنتش بحبها قوي. فهم لا، مامتي كانت بالذات هي اللي كانت بتجبرني على تمارين السباحه. بس سبتها في الاخر. بس انت شايف ان هي عندها حق؟ يعني انت ندمان انك سبت السباحه؟ يعني شويه. كنت بتلعب عمت ايه؟ كان تخصصي بريست. بريست؟ انا كمان كنت بلعب بريست وباك. وباك برضو كان في الاخر. هو غالبا برضو. هو دايما يا اما حره ودولفين يا بريست وباك. كان الكابتن برضو جه في الاخر خصصني باك برضو. يعني بص، هو السباحه حلوه فعلا، بتعرف تعمل تنظيم ما بين الدراسه وما بين الرياضه. كانت دايما تفضل تقول لي اللي هو لو نزلت التمرين اهتهد وبتاع، ما كنتش اصدقها، اول ما انزل الميه انسى كله. طب شفت اللي عندها حق في حاجات، ولسه كمان هنعرف اكتر. يعني طول ما احنا طبعا لازم نستفيد منهم في اي حاجه. بالزبط. احنا بنبقى غلط وهم صح على طول. صحيح. انت بقى يا كريم حصل كلاش مثلا مع مامتك وباباك في حاجه معينه او حاجه انت مقتنع بيها او شايف ان هم مختلفين عنك، او يمكن دي حاجه قديمه ما بقتش بتحصل دلوقتي، ايه اللي ممكن الكلاش اللي حصل بسببه؟ يعني اصلا بابايا ومامتي على طول برضه نفس الحاجه، اللي هو ورقه والقلم وتمسك الكتاب بتقعد تقرا. بس انا دلوقتي انا ممكن ادخل على الانترنت واجيب سامري لكل المذاكره دي وانا افهمها، يعني انا افهمها بالظبط زي ما انا بقرا من الكتاب. فهم عندهم موضوع ان انا ادخل على الانترنت واقعد اعمل ريسيرش، ده مش زي الكتاب. بس أوكي. هو بالعكس،
هو الكتب برضو مفيدة جدا. يعني أنا أصلا بابايا دكتور فات وجاب لي كتاب عن الكلاب. أوكي. وأنا قعدت أقراه في السمر فيكيشن واشتريت الكلب، وفعلا كنت بعرف هو زعلان ليه وإمتى، وفعلا ما لقيتش بقى الحاجات دي على الإنترنت. يعني الإنترنت ما كانش بيديني نفس الحاجات اللي الكتاب ده إداهوني. طب حلو، هو كويس ان انت عندك قابليه انك تسمع نصايح، لانه في ناس ما عندهاش اصلا القابليه. فكره انك فعلا قريت الكتاب وجبت كلب وابتديت انك تطبق، دي حاجه حلوه. بس هقول لك على حاجه، يعني انا مثلا من الشخصيات اللي انا ما اعرفش اذاكر من اللابتوب، ما اعرفش، يعني انا لازم قدامي ورقه وقلم ولازم اكتب ولازم احفظ بالكتابه ولازم افهم كمان بالكتابه. فيمكن برضو اختلاف بقى تفكير، اختلاف طرق مذاكره، فيمكن دي حاجه مفيده ان انت بتعرف، لانه مش كل الشباب بيعرفوا يتقبلوا وجهة نظر اهاليهم، لان ساعات بيقولوا هم بعاد قوي، انتوا دقه قديمه. فيعني دايما الجمله بتتقال كده اللي هو دقه قديمه، فكويس ان انتوا عندكم قابليه انك تسمعوا اهاليكم، فدي لفته حلوه قوي الصراحه. هو اصلا البيرنتس بتوعنا هم بيعملوا كده ليه؟ عشان هم على طول عايزيننا نكون احسن منهم، فهم شافوا الحاجات دي فهم على طول عايزين يحطونا قبليهم. فاحنا برضو لازم نسمع كلامهم. احنا ممكن لا ده بابا قال لي اعمل كذا، لا انا هطنش. بس احنا فعلا بابانا ومامتنا عايزين the best for us. طب ايه الحاجه اللي انت ما كنتش مقتنع ان هم صح فيها وطلعت بعد فتره ان هم صح؟ انه التمرين مش اهم حاجه. يعني انا ساعات كنت ايه مثلا اقول لهم هذاكر ماشي وانزل التمرين، وفي الاخر انا بقى الاقي مذاكرتي اتعطلت والاقي حاجات بقى يعني بقت فوق بعض. فدي حاجه برضو لازم نسمع كلامهم فيها. ما هو يقول لك اقعد من التمرين وذاكر، فعلا تقعد من التمرين وتذاكر عشان هو اكيد عارف اكتر منك. يعني في الاخر اهو بيطلعوا فعلا عندهم حاجات، لانه حتى الرياضه فعلا بتنظم. يعني حتى لو انت 24 ساعه فاضي ما وراكش حاجه غير المذاكره هتزهق، هتيجي وقت وتمل من المذاكره، بتبقى عايز حاجه تفصلك وحاجه مفيده في نفس الوقت. فالرياضه الصراحه هي البيرفكت سيناريو لحاجه للتنظيم عموما في الحياه وفي المذاكره. طب مهاب، انت زملكاوي، ابتدت ازاي؟ مين زملكاوي عندك في الاول؟ مين شجعك اصلا على خطوه زي دي؟ يعني لا كشجعني على الكوره مثلا لا مفيش حد، بس انا بابايا اهلاوي ومامتي هي اللي زملكاويه. تمام، عادي عادي جدا. الروح الرياضيه في البيت عادي جدا، كويس ان انت خدت صف طنط. طيب يعني ايه اكتر حاجه فاكرها وايه الماتش اللي انت حضرته للزمالك؟ حضرت اي ماتش؟ في الاستاد وكده؟ لا بس ساعات يعني لما وانا ببقى في النادي اللعيبه بتتمرن تلعب ماتشات ودي بتفرج عليهم وكده. بتتفرج عليهم؟ بس لا الماتشات مش بحضرها في استاد، بس بتفرج عليها عادي على التلفزيون عادي. يعني ان شاء الله الفتره اللي جايه تحضر بقى ماتشات، لان هي فعلا تجربه مختلفه تماما، هتتبسط اكتر وهتكون زملكاوي اكتر. اتمنى تكون زملكاوي يا كريم، او يعني ممكن ان شاء الله. ان شاء الله تنزل. ماشي. طيب انا اتبسطت جدا 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 بوجودكم معايا، واستفدت، عايزه اقول لكم بحاجات كتير قوي. مبسوطه ان في شباب بتفكر بالطريقه دي، بتفكر في قدام وبتعمل بالانس او موازنه ما بين تفكير الاهالي وتفكير الشباب. شكرا جدا ان انتم معايا طبعا مهاب وكريم، نورتوني وشرفتوني. شكرا. مشاهدينا ده كان كلامنا مع مهاب وكريم، عرفنا منهم تفاصيل للمستقبل شايفينه ازاي. دلوقتي هنطلع فاصل قصير وهنرجع مع ملك عادل عشان خاطر تكمل لنا النظرة الشبابية بتاعتها. فاصل ونرجع تاني. ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين فقرتنا الشبابية. دلوقتي معانا ملك عادل، هنتكلم أكتر عن الرياضة في حياتها، دور الرياضة في حياتها، إزاي بتعرف توازن ما بين الرياضة والدراسة. طبعا منوراني ومشرفاني يا ملك. ميرسي. أهلا بيكي. طيب أنت لعبتي باسكت فترة، لعبتي تنس في نادي سماش، فالرياضة إزاي؟ يعني باسكت حاجة والتنس حاجة، ويعني أنت الأول نفسك كمان تعملي إيه في الدراسة؟ يعني إزاي حاسة إن في كتير قوي وأنت صغيرة، فعارفة إزاي توازني؟ هو أنا بحب الرياضة عامة بشكل عام، وهي بتخليني أكتر أنظم وقتي بين المذاكرة والرياضة. وماما وبابا دايما بيشجعوني ما بين دي ودي، إن أنا أوفق ما بينهم. وأنا جربت كذا حاجة، بس أكتر حاجة يعني لقيت نفسي فيها اللعب الفرديه اللي هي التنس. التنس. طب الاول انت عايزه تطلعي ايه من حيث الدراسه؟ انا نفسي يا اما اخش كليه انتيرير ديزاين او كمبيوتر ساينس. عايزه تكوني مصممه او ديزاين للبيوت وكده؟ ايوه. او كمبيوتر ساينس عايزه تطلعي ايه؟ عايزه تشتغلي ايه لو دخلتي كمبيوتر ساينس؟ في الاي تي.
فقط في الاي تي يعني ليكي في الكمبيوتر وليكي في الحاجات الالكترونيه وكده. طب هو ايه اللي جاب ده بقى؟ يعني ازاي نفسك في ده ونفسك في ده؟ عشان بحب الحاجتين دول. الحاجتين مع الوقت هتعرفي اكتر، يعني هتلاقي نفسك مياله اكتر لحاجه معينه وان شاء الله توصل لها. طيب انت دلوقتي ابتديتي تلعبي باسكت امتى؟ لانك الاول لعبتي باسكت ولعبت تنس؟ لا لعبت باسكت الاول. طيب ابتديتي امتى تلعبي باسكت؟ كان عندي غالبا 10 سنين. 10 سنين. اوكي وسبتيها امتى؟ سبتها لما كان عندي 13 سنه. قعدت 3 سنين بتلعبي. طب ايه اللي ضايقك من الباسكت او ليه سبتيها؟ يعني حسيت ان يعني هي لعبه عايزه اكتر تيم وورك. بس وكمان الكورونا جت فوقفت، وقلت لما النوادي تفتح تاني هروح هكمل تنس. اوكي. لان كمان ما كانش ينفع العب الرياضتين لان انا كنت بحبهم قوي، فكنت بلعب ده وده. بس بعد كده جت وقت اما كورونا جت رجعت للتنس بس. طب اشمعنى بقى اخترتي تنس من الالعاب الفرديه؟ عندك سباحه وعندك حاجات كتير، عندك سكواش، اشمعنى التنس كلعبه فرديه اللي اخترتيها؟ عشان مامتي وبرده شجعتني لان انا كنت متردده في موضوع التنس ده. كنت عايزه تلعبي حاجه تانية غير التنس؟ لا هو انا كنت هكمل باسكت بس قلت لا انا عايزه اجرب لعبه فرديه، لعبه جديده. اوكي ومبسوطه في في التنس. طب عايزه تحققي ايه فيها؟ عايزه احقق ايه؟ عايزه العب ماتشات رسميه. رسميه. طب احنا معانا دي شهاده تقدير، دي كانت ايه بقى؟ كلمينا عن اليوم ده. كانت بطوله وديه ما بين نوادي سماش. رحنا نادي سماش المطار. اوكي. ولعبنا مع ناس هناك. فاخدت المركز الاول. ما شاء الله، يعني خلاص خطواتك حلوه وان شاء الله توصلي لبطولات رسميه وتاخدي بطولات في التنس. طب بعيدا عن التنس كمان، انا عارفه ان انت بتعرفي ترسمي، اشتركتي كمان في مسابقات رسم. منين جت الرسم ومنين يعني امتى عرفتي انك بتعرفي ترسمي؟ ازاي ابتديتي هوايه الرسم وازاي عرفتي انك تحولي الهوايه لانك بتدخلي مسابقات رسم؟ هو انا ابتديت ارسم من وانا صغيره، كنت بحب ارسم الكرتون او اي حاجه. فكمان مدرسه الارت عندنا في المدرسه كانت قالت لا رسم حلو وكده، فابتدت تعمل كان في مسابقات اللي هي مسابقه الهند على مستوى تبع سفاره الهند. شاركت فيها مرتين ورا بعض، كانت سنه وراها سنه، كانت على محافظه الجيزه، فكانت دي كانت تجربه حلوه قوي يعني. نفسي اعيدها تاني. رسمت ايه بقى؟ كان رسمت زي ميكس ما بين الكالتشر الهندي والمصري. ودخلت الالوان عشان هي الالوان بتمثل الهند عشان هما بيحبوا الالوان كتير. طب انت هل بقى انت على درايه بالكالتشر الهندي ولا انت قريتي عنها ولا عرفت ازاي تمزجي الاثنين؟ هما نعرف ان هما بيبقى عندهم زي فيستيفلز وحاجات كده، هما بيحبوا عامه الالوان والحاجات دي، فكانت اكتر حاجه هدفي ان اعملها في الرسمه الالوان تبقى كتير. طيب انت مثلت مدرستك لما كانوا بياخدوا الدبلومة الامريكية. ايه اللي وصل لكده؟ يعني فكرة ازاي انت اختاروكي انك تمثلي؟ يعني ايه الريبيتيشن بتاعك في المدرسة؟ دراستك انت متفوقة فيها، ازاي انك توصلي لبوزيشن زي ده؟ انا اصلا يعني بحب قوي ان انا اجرب حاجات جديدة. وكمان في المدرسة انا student council. أوكي. فكانوا اختاروني انا وناس تانية من زمايلي في الفصل ان احنا نطلع ونمثل المدرسه ونتكلم عنها، وان احنا كمان يعني نتكلم عن راينا في المدرسه ونفسنا نغير ايه فيها وكده، او يعني ايه اللي عجبنا في المدرسه وبنحب ازاي نغير حاجات وكده، فتكلمنا عنها بقى وكده. طيب انت بتقولي انك عايزه تطلعي يا اما تدخلي كمبيوتر ساينس انتيريور ديزاين، في نفس الوقت انت عايزه تكملي في التنس وعايزه تدخلي بطولات رسميه، ازاي شايفه انك ممكن او ازاي بتوازني ما بين الدراسه والرياضه؟ وازاي مامتك وباباكي مشجعينك على حاجه زي دي؟ هو دايما بتخليني ان انا اذاكر اول باول عشان انزل التمرين. ده لازم. يعني تخلصي المذاكره عشان تنزلي؟ دي رول نمبر 1. اوكي. عشان لازم انزل التمرين لازم اخلص المذاكره اللي ورايا عشان ما تتراكمش. طب هل في الاول كان ما كانوش موافقين مثلا برضو خوفا على المذاكره، ولا هم من الاول شجعوك على الرياضه؟ لا هم مشجعني على الرياضه من زمان، بس برضو ان هي ما توقفش المذاكره عشان هو المذاكره يعتبر برضو اهم من الرياضه. اهم من الرياضه. طيب انت شايفه ان في اختلاف ما بينك او ما بين تفكيرك وتفكير مثلا مامتك وباباكي في حاجات معينه؟ يعني مش قوي، انا بحاول اقنعه. ايه بقى اللي بتحاولي تقنعين بيهم بالذات؟ يعني ايه دايما اللي بيحصل كلاشز ما بينك وما بينهم بسببهم؟ مش مذاكرين ومذاكرش، يعني اذاكر التاني يوم.
ما هو اقول لك على حاجه، انت عشان خاطر مبينه لهم انك بتحب التمرين قوي هيمسكوا العته دي. ايوه. دي حقيقه. طيب ايه بقى يعني مثلا غير المذاكره، يعني ايه الحاجه اللي انت شايفه ان هم موجوده في جيلك وما كانتش موجوده في جيل مامتك وباباك؟ لا غالبا متفقه معاهم في بقيه الحاجات. طيب دي حاجه عايزين يكون يعني احسن. دي حاجه حلوه. طيب خارج بقى الدراسه والسباحه، هواياتك بتحبي تعملي ايه؟ بحب ارسم وبحب الون وبحب اقرا كتب. تقري ايه بقى؟ هاري بوتر. هاري بوتر. طيب قريتي ايه لهاري بوتر؟ انا بحب برضو هاري بوتر قوي. قريت الكتب بتاعته واتفرجت على الافلام بتاعته. طيب اكتر يعني انت دلوقتي خلاص سالكه ان شاء الله مسيره كويسه في التنس، هل في لاعبه او لعيب بالنسبه لك نفسك تطلعي شبههم؟ سيرينا ويليامز، عشان هي شاطره قوي في التنس. اتفرجي عليها؟ احيانا. طب اشمعنى بقى؟ اشمعنى اخترتيها؟ عشان هي بصراحه في يعني شاطره جدا في الرياضه، وان هي برضه بتحاول توفق ما بين الرياضه والبيت بتاعها. طيب نفسك يعني انت منتديات الشباب عموما، هل نفسك تكوني ليكي دور في حاجه زي دي؟ يعني انت بتحبي تبقي ريبريزنتيف في الايفنتس دي ولا لا بتحبي اكتر ان انت يبقى؟ اصل انا هقول لك على حاجه، انا برضو زيك ما بحبش التيم ورك بصراحه، انا بحب اللعبه الفرديه جدا، لان انا بعمل مجهود يبقى المجهود ده اللي يترد لي، لكن انا ما اتحملش خطا حد تاني جنبي. أيوة. وانا بحب اقول الحاجات دي. فهل انت بتحبي تشاركي في فعاليات وتبقي موجوده وسط تيم ورك وتعملوا حاجه، ولا بتحبي تكوني انت بس ريبريزنتيف في ايفنت؟ لا ممكن اكون ريبريزنتيف لايفنت وبرضو اشارك في حاجه زي المنتديات وكده واقول رايي واعبر عن شعوري ورايي وكده. اوكي. طب 2022 نفسك ايه يحصل فيها؟ نفسي السات يرجع ان هو يكون معترف بيه دوليا وفي مصر، والامريكا الامريكان دبلومه ترجع معتمده تاني في مصر وبره. اوكي. بس عشان نفهم المشاهدين برضو ده نظام دراسي، ف يعني اشمعنى طيب ليه دي اكتر حاجه مؤثره ان انت عايزه 2022 يرجع فيها لسات؟ عشان دلوقتي مش الامريكان دبلومه مش معترف بيها قوي في مصر، لازم يعني نمتحن امتحانين وحاجات كده. فنفسي ترجع. طيب من حيث الموسيقى بتحبي تسمعي ايه؟ بحب اسمع اغاني انجلش. ايه بقى بتحبي تسمعي لمين؟ يا ناس كتير قوي. اكتر حد ممكن بيلي ايليش واريانا جراندي وكده. يعني الصراحه هم عظماء. انا بحب اسمع انجلش بس ليا في القديم اكتر، في الانجلش اكتر من العربي. العربي بقى بتسمعي مين؟ العربي لا بسمع كل حاجه. اكتر حاجه شكلك ليكي في المهرجانات والحاجات دي؟ لا خالص خالص بجد. لا لا. بتحبي تسمعي مين؟ تامر حسني وعمرو دياب وشيرين وانغام. ده حلو، ده حلو جامد. انا بحب انغام جدا برضو، بس حلو ان انت في سنك واحده بتحب تسمع انغام، فدي حاجه حلوه قوي، ومعنى كده ان انت ودنك موسيقيه جدا. طب يعني انا اتمنى ان انت تكوني موجوده معانا تاني، بس ان شاء الله تكوني موجوده بقى في بطولات تنس رسميه زي ما انت بتقولي. اتمنى طبعا ان انت تدخلي سواء كمبيوتر ساينس او انتيرير ديزاين. مبسوطه جدا انا اتكلمت معاكي وشرفتيني جدا. ميرسي. شكرا يا ملك. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا، اشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي من حلقه جديده من برنامجكم وبرنامجنا نهارك أبيض.